مدينة الرستا 31 واحد 2013. يعطيك العافية. شو شايف وضعكم هون بالبيت؟ شو بدينك على الله خيو. يعطيك العافية أختي. شايفون كانوا في كان الحيط مضروب أو مقصوف. هاي من الشظايا والله، هذا كله فتحوا لنا طباخ هون شظايا. طلع الله لا يوفقك. طلع. طب شلون عايشين هون بالبيت؟ افرجيك يعني بزلك روح تشوف هاي المطبخ. ما في داعي. هلا شلون انتم عايشين هون بالبيت وضعكم؟ عايشين خير من غلط الموت والحمد لله رب العالمين. شو وضع شايفون شو هذا؟ شو كل هذا رديء عامل لنا الدرديء الله وكيلك وشعله على الحطب. وهذا الخبز شو فتح هناك عامل يبس وتيبس مشان الاولاد ياخذوه. شو عم تأمن الخبز عمو؟ عم تأمن شيء؟ والله كل اسبوع بتجينا ربطه ربطين. والباقي كله خبز يابس وشوف دراديها. شايف هاي دراديها مشان شعر الدخل والدول. شايفها كلها بنلمها وبنشفها وعلى الله. هاي هاي اللي لقيناها هاي بنكيف عليها. هاي الحطبي هاي اللي لقيناها بنكيف عليها. في مؤتمر المانحين لسوريا و بيقدموا مبالغ مادية للشعب. يا اخي كله وعود ومن عيد فعل. وعود من عيد فعل. يعني الاساس انه والله قال جايين دعم، جايين دعم مصاري، جايين دعم مصاري، كله حكي فاضي. نحن لو جايين مصاري ما لمينا، لا لمينا خبز يابس ولا لمينا شراطيط والله عزك حداوي صرنا لهم. لا حول ولا قوة الا بالله. طلع عندي 7 اولاد من اولاد، شو هذا؟ شو بدي الحق لهم؟ لا حق لهم. عمو مدارسكم عم تروح عليها؟ لا لانه قصفت البراميل الطيارات ما مروا عليهم. هل انتم ساكنين ببيتكم ولا بيت غير بيتكم؟ لا بيتنا الحمد لله. بيتنا. شايف هناك كمان عندكم غرفة، شو وضع مجهزة؟ هذيك غرفة بس هيك حاطين يعني منظر. بس ما فيها لا ولا شيء. فاضي. حتى شايف انه هون في كمان عندك منقل. شو شكله؟ منقل شان الحطب او شيء. هاي مشان بريق الشاي، إذا حدا إجى لعنا نسوي بكاسة شاي. كاسة شو بدنا نسوي؟ والله بقول لك عم نسخن مي هناك عليها للحمام. شو ولا صار لكم أكثر من شهر ما تحمموا. أكثر من شهر بنحطها الله وكيلك بنجيبها شو اسمه كواشيك تبع شمبريرات بشعره وانا افرجيك البرميل شلون بشحوها. مدينة الرستان خليها لالله. مدينة الرستان طبعا انا افرجيك البرميل شلون بشحوها. خايف حالك. 1/2013. شو بتقول له بشهر اسد؟ قول له الله يوفقك ان شاء الله يا رب نفتك منك على اقرب وقت. الله الله وكيلك. هذا الشهر لا يفكروا من المازوت، الله وكيلك من الكواشيك من الدواليب ورقاقية. طلع طلع بنحطه هيك ومصير النحو. شايف هاي هاي حطب شيء ما مبين دولار. طلع طيب. هاي طبعا هون كلها تهرب قبل وقت. هذا كله بنحطه تحت النار ومنشعله. شو بدنا نسوي؟ بدنا نعيش يا اخي. وقالوا لنا جايين وجايين. شو هو بصير قصف وين بتروحوا عمو بالعادة؟ بروح على الملاجئ. الملاجئ ولا من مليون واحد تحت الملجأ. يعني من حشك حشك هيك صايرين مجدروي مثل الجنبي. يعني على مبدأ الملجأ. مثل الملجأ وعلى الله.